برحب بيكم مرة تانية. لما بنيجي نتكلم عن الحياة، عن إنسان حي، بنقول قلبه بينبض، يعني هي دي حياة الإنسان، دقات قلبه هي دي اللي بتخليه يفضل عايش. أعراض القلب اللي ممكن حد يحس بيها، ياريت ما نستهنش بيها، نستهتر ونحس إنها حاجة بسيطة. لازم تعرف قلبك ده إيه، وعبارة عن إيه، وبيعمل إيه في جسمك، وإيه وظيفته، وإيه مكوناته، وإمتى لما تحس بحاجة معينة لازم بسرعة تجري على الدكتور عشان تلحق نفسك. إزاي ممكن تقي نفسك من مشاكل كتير ممكن القلب يتعرض لها، وإزاي ما تهملش لو لا قدر الله كان في حاجة تحس إنها حاجة بسيطة، مجرد الألم عدت فخلاص أنا تمام بقيت كويس. الحقيقة يعني إحنا بنتكلم في جزء مهم جدا جدا، مرتبط ومتعلق بحياة الإنسان كلها. هنجاوب على كل التساؤلات دي وأكتر، وبيسعدني وشرفني يكون ضيفي دكتور إيهاب إدوار، استشاري الأمراض القلب والأوعية الدموية. وأهلا بحضرتك معانا، نورتنا. ويعني زي ما كنت بقول كده، الحياة بنتكلم في القلب. قبل ما ندخل في تفاصيل الأمراض أو الأعراض اللي ممكن إنسان يحس بيها، خليني مع حضرتك أتكلم عن تفاصيل أو مكونات القلب ده عبارة عن إيه وبيعمل إيه في جسم الإنسان. أولا صباح الخير على حضرتك وعلى جميع المشاهدين. القلب عبارة عن أكبر مضخة بتشتغل جوه جسم الإنسان، وأكبر عضلة بتشتغل جوه جسم الإنسان، مش أكبر في الحجم، في المجهود. يعني إحنا من ساعة لما بنتولد بتبقى ضربات القلب من 60 ل 100 ضربة في الدقيقة بطول عمر الإنسان في خلال 24 ساعة. إيه هو القلب؟ القلب عبارة عن عضلة صغيرة موجودة في الجانب الأيسر من تجويف الصدر، قد إيدي كده، وزنها من 300 ل 400 جرام تقريبا، أقل من نص كيلو، بتنقبض بهذا المنظر. عشان العضلة دي تنقبض كده، عشان تضخ الدم وتخرجه للدورة الدموية وتستقبل دم من الجهة الأخرى، لازم تكون العضلة دي سليمة. والعضلة دي من الخارج بتجري على سطحها زي العروق اللي على إيد الواحد كده، حاجة اسمها الشرايين التاجية. الشرايين دي هي اللي بتغذي العضلة بالدم ومكونات الدم، من تغذية، من أكسجين، إلى مواد غذائية زي الكربوهيدرات والنشويات والبروتينات والدهون وطبعا الأملاح. فالعضلة دي بتنقبض كده، يوم الدم يخرج. عشان تنقبض الدم بيخرج بيلف جوه الغرف بتاعة القلب من خلال صمامات، بوابات. البوابات دي بتخرج الدم لحد ما يخرج للشريان الكبير، الطريق الدائري نسميه، اللي هو الأورطة، ويوزع دم على الجسم كله. لازم عشان يشتغل كل انقباض للقلب ده بتساوي بسبب كهرباء في بطارية. احنا مزروع لنا مولودين ببطارية زي بطارية العربية، جوه غرفة من الغرف اسمها الأذين الأيمن، الغرفة العلوية في القلب، بتطلع كهرباء وتكهرب القلب كله، فالقلب ينقبض. يبقى عندنا عضلة بتنقبض، شريان تاجي بيغذيها، ومن الداخل صمام بيتحكم في سريان الدم في اتجاه واحد، كلها بيسموها one way valve في اتجاه واحد. وفي الآخر كل ده منظومة بتشتغل بكهرباء اسمها العقدة الكهربية أو البطارية بتاعت القلب. القلب مكوناته أربعة، أي إصابة في دول بتسبب علة في وظيفة القلب. خلينا ناخد أكتر حاجتين مهمين، اللي هي العضلة وانقباضها، لأن هو ده اللي بيسبب لنا بعد كده ضيق نفس، وحاجة اسمها هبوط في العضلة، وله مراحل طبعا، مش بيجي هبوط مفاجئ بدرجة كبيرة من الأول. والشريان التاجي لما بيحصل فيه علة أو انسداد، أو بيحصل فيه انسداد مفاجئ. هو حضرتك كنت وانت بتوصف لنا شكل القلب بتقول انه البطارية دي بتخليه ينقبض، الانقباض ده اللي هو الطبيعي، لكن امتى بقى يبقى مرض؟ يعني فكره ان انقباض عضله القلب، في ضربات القلب، يعني لما الكهرباء دي بتبقى بطيئه، بدل ما يضرب القلب 60 الى 90 او الى 100 بيضرب 30. في الحاله دي احنا بننشط ازاي الكهرباء؟ بنركب حاجه اسمها بطاريه منظمه لضربات القلب، بتتركب تحت الترقوه هنا، تخش بسلك صغير قسطره جوه القلب وتكهرب القلب، تدي له كهرباء، يوم القلب ينقبض زي ما احنا عايزين. ونقدر نتحكم فيها، بنعمل لها برمجه انها تضرب 30 60 90 100 زي ما انا عايز، وخاصه لما امشي واتحرك تزود ضربات القلب زي الانسان الطبيعي الفسيولوجي، اللي هي الطبيعه الفسيولوجيه بتاعه قلبنا، انه ضربات القلب بتزيد كلما زاد مجهود الانسان واحتياجه لتدفق دوره دمويه اسرع. لو الضربات بالعكس بقى سريعه جدا، بتعدي ال 150 و 180 لمرض او لعله، بنركب بطاريه زيها بتدي صدمه كهربائيه من الداخل، زي اللي بنشوفها في الافلام، الصدمات الخارجيه
انما هي بتدي صدمه من الداخل، المريض بيشعر بيها حاجه بسيطه بتوقف هذه الضربات وترجع القلب لضرباته الطبيعيه. اي قلب بيقبل التركيب البطاريه دي يا دكتور؟ اي قلب، بس هي الفكره ان احنا ما بنركبهاش على طول، لان دي لازم تكون وصلنا الى مراحل متقدمه في هذا المرض، بيبقى في علاج الاول يعني، في الاخر دوائي بنعدي في مرحله علاج دوائي للضربات السريعه، وبعد كده حاجه اسمها كي للبؤره اللي بتطلع الكهرباء دي بالموجات التردديه، موجات تخش بقسطره وكده. ولازم نعرف يعني ايه كلمه قسطره، لان الناس بتسمع كلمه قسطره بيجي لها خوف، بتتخض طبعا. بالظبط. القسطره دي حاجه بسيطه جدا، لما بنروح اي حد بيخش بياخد عينه في معمل، مش بياخدوا عينه من وريد، تمام. القسطره هي عينه نعتبرها كده بابره صغيره جدا، وبتتشال الابره تفضل البلاستيكه جوه، بس بدل ما هي في وريد هي في شريان، يا بندخلها من الدراع او من الايد او من صندوق الاستنشاء، حاجه جديده دلوقتي، المهم تخش فيه شريان، او من الرجل وبنج موضعي، ولا في مشرط ولا في فتح ولا في غرز ولا في حاجه. امتى تبقى مثلا بتحدد انها من الايد من الرجل؟ بتختلف على حسب الحاله، راجل او ست، اطفال، يعني كله صالح لكله. ويصلح نقدر نركب نعمل القسطره بتاعتنا من هنا او من هنا، مش هتفرق حاجه خالص. والاتجاه دلوقتي كلها من الايد وبتتعمل، ومن الرجل وبتتعمل، و بتتم بسلام. ردا يمكن برضو على بعض التخوفات اللي بتبقى بخصوص القسطرة، اللي حضرتك أثرت النقطة دي، فكرة انها بتدخل، اصل لو في جلطة مش باينة، اصل لو في حاجة فالقسطرة تحركها، فممكن واحد يدخل ما يخرجش، تبدأ بقى ايه الافكار اللي هي برضو بتبقى عندهم دراية طبية. ممكن نطمن الناس لو الطبيب قال ان الحالة محتاجة قسطرة، ان ما فيهاش خطورة، او نعمل ايه عشان ندخل واحنا مطمنين؟ ما حضرتك قلتي حاجة مهمة، التعبيرات اللي المريض بيجي وهو محمل بيها من قراءته في الانترنت او من بعض القرايب او من بعض الاطباء اللي في غير التخصص. فبيجي المريض اصلا عنده رعب، انا عندي ايه؟ في ناس تقول انا عندي سكتة، انا عندي هبوط في القلب، هبوط في الدوره الدمويه، احتشاء في القلب، قصور شريان تاجي، جلطه، ذبحه. لازم الناس تبقى عارفه، لازم المريض يكون فاهم يعني ايه الكلام ده. لو الشريان التاجي ده عباره عن ماسوره، هنعتبر نبسط الدنيا، بترمي ارض زراعيه اللي هي العضله. لو ان احنا ضيقنا الماسوره دي، الري مش هيتم للعضلة، العضلة هتفقد جزء من فعاليتها، الأرض دي هتبتدي تبور لكن ما بارتش. لو قفلناها خالص بتتلف حتة الأرض تبور اللي هي العضلة. لو فتحناه بسرعة الشريان التاجي ده لأنه اتسد بجلطة. لو السدد ده مزمن يعني بيتم بوقت على مدى طويل، اعتبريه زي ما يكون ماسورة وجواها شوية صدى اللي هو الكوليسترول والدهون، وفجأة الضيق اللي حصل في المجرى اتقفل مرة واحدة بمكونات الدم، تجلط دموي، بقت جلطة حادة. فإحنا مش عايزين نوصل للمراحل دي. الألم اللي بيحصل في الصدر أو في الظهر أو في الرقبة أو أحيانا ضيقة نفس، دي من أعراض قصور الشريان التاجي. قصور الشريان التاجي يعني هذه الماسورة قاصرة عن أنها تؤدي وظيفتها اللي هو توصيل الدم للعضلة، أدي كلمة قصور. فالمريض بيجيله ألم بيقول أي بنسميها ذبحة. فالقصور ده يا إما قصور يعني ضيق، يا إما اتقفل خالص الشريان، في الاثنين دول اسمهم قصور. يعني القصور بيؤدي للذبح. بالظبط كده. يعني القصور ده الحاجة اللي بتحصل قدامنا والعرض بتاعنا، يا صدري ذبح. القصور ده لو زاد واتقفل الشريان تماما اسمها جلطة، اتقفل بجلطة. القصور والجلطة دول متتابعين، يعني دي بتحصل ثم بعد كده الجلطة تحصل، وفي الآخر العين بيقول أي، يعني هي ذبح. نتيجة قصور الشريان التاجي إيه؟ إن العضلة مش بيوصل لها دم من خلال هذا الشريان، مش قادرة تتروي زي ما اتفقنا، فكرة تشبيه الأرض. يبتدي العضلة بعد فترة تبتدي العضلة تضعف وتضعف لحد ما يحصل حاجة اسمها هبوط في عضلة القلب. ده مع إهمال المراحل الأولى اللي احنا بنتكلم عنها. لكن هل كل ده ممكن تداركه من الأول؟ ممكن. يبقى نمرة واحد، احنا لازم ما نهونش اللي عنده حاجه ويقول اي ويقول ضيقه نفس، ما يهونش ولا يهول. يعرف منين ان احنا بنتكلم في حاجه يعني بدايه مرض او عله معينه في القلب؟ يعني ممكن واحد حاجه بتقول بيقول يا صدري، يفتكر انه اصلا عندي برد، انا عندي كحه، دي حاجه عاديه انا متعود عليها، وياخد ادويه تخص البرد او الكحه او حاجه للصدر تهدي وخلاص، ونسكت على كده مجرد ان الالم هدي. يعني ندرك ازاي ان احنا عندنا مشكله لازم نروح للطبيب متخصص في القلب؟ اولا المريض لازم يكون واعي انه اي شكوى في منطقه الصدر او البطن من اعلى جزء في البطن ده لازم يلجا لحد متخصص. بلاش نروح للقرايب وانا عندي فيدي له وصفه يقول له دي معدتك، ده عندك انت تعرضت المروحه الى خلخ. يروح للطبيب هيقول له الشكوى، الطبيب هيترجم الكلام ده لحاجه علميه، هيعمل له اختبار، هيعمل له ابسط اختبار رسم قلب. رسم القلب ممكن يقول لنا الحقيقه في 50%
وممكن يكذب علينا يكون في حاجة ولا يظهرها رسم القلب في 50%. الطبيب بيشك، بياخد الخطوه اللي وراها. في اختبارات كتير، رسم بالمجهود، مسح ذري لعضله القلب، اشعه مقطعيه على الشرايين التاجيه، وصولا للقسطره. واحيانا بنحتاج نعمل اكتر من اختبار عشان نحدد، احيانا احنا من الشكوى بتاعه المريض الدنيا ما تبقاش واضحه، ناخد السلمه اللي بعدها ما تبقاش واضحه، اللي وراها ما تبقاش واضحه، نلجا للقسطره. فما فيش داعي للخوف من فكره ان احنا نعمل قساطر او ان احنا نروح للطبيب من اساسه. وما نلجأش قوي للوصفات البلدي أو للمعارف وللقرايب، خلينا نلجأ للتخصص، هو ده اللي ممكن ينقذ حياة الإنسان. لأن أنا لو عندي قصور شريان تاجي أو جلطة حدثت وقدرت أفتح الشريان ده بسرعة في أول ساعة إلى ساعتين في حدوث الجلطة، جلطة يعني قفل تمام، العضلة بترجع طبيعية وتقريبا ما بيبقاش في تأثير سلبي على العضلة وتحتفظ بكامل قوتها. ساعة إلى ساعتين يعني أحيانا بنوصل. طب ودي تحتاج بقى أن الواحد يكون عنده وعي ودراية بالأعراض اللي ممكن يحسها فيلحق نفسه في خلال الساعة. طب يحس بإيه فيعرف أن دي بداية جلطة فأجري بسرعة عشان في خلال ساعة أتلحق؟ طيب لو عدت ساعة لحد 24 ساعة طالما في ألم، يعني عدت أول يعني الساعة الأولانية اللي هي الجولدن أور دي، الساعة الذهبية دي لإنقاذ العضلة تماما. طيب ما يجراش لو حصل شوية تلف في عضلة القلب وتأخرت ورحت المستشفى والدكتور أمر لي بقسطرة أو قرر لي قسطرة أروح أعملها طالما أن أنا عندي ألم؟ ألم ده يعني إيه؟ ألم يعني في خلايا من عضلة القلب ما زالت حية وبالتالي بتشعر بالألم. لكن لو ما فيش ألم نهائي أو ما فيش كرشة نفس أو ضيقة نفس، يبقى خلايا عضلة القلب جزء كبير منها تلف. فأنا مش عايز أنتظر للنقطة دي. احنا بنقول حتى انقاذ ما يمكن انقاذه تحت اي ظرف، طالما في الم او في عرض او في كرشه نفس، دي علامه كويسه، دي مش علامه وحشه. حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، ممكن ما يكونش في الم والمشكله تبقى اكبر لانه في تلف كامل مخليه مش حاسس باعراض معينه. في الحاله دي المريض بيشتكي من حاجه تانية، بيشتكي من ضيقه نفس. بالنسبه لنا ده بنسميه ايكويفالنت للالم، مكافئ للالم. يعني في بعض المرضى يقولوا انا مش شاعر بالم بس كل ما امشي واتحرك يجي لي كرشه نفس. ومش اي ضيقه نفس هنقول عليها قلب عشان الناس ما تخافش. في كرشه نفس بسبب السمنه، امراض الصدر مثلا، ارتفاع الضغط. ولازم عشان ما نوصلش لمرحله الشريان التاجي ومرحله العضله اللي ممكن يحصل فيها تلف، لازم نشوف فين عناصر الخطر اللي بتؤدي الى الشريان التاجي واللي بتؤدي الى تلف عضله القلب، ونبتدي من الاول ان احنا نواجه هذه العناصر. يعني بره 2010 يعني اتفضل حضرتك. في 2010 ابتدت جمعية القلب الأمريكية حطت قواعد جديدة احنا بنسميها جايد لاينز، إرشادات للعالم كله. بتقول إيه؟ بتقول أنا ما انتظرش إن عامل الخطر يأثر على الشريان التاجي. إيه هي عوامل الخطر؟ بنسميها ريسك فاكتورز. إيه هي الريسك فاكتورز؟ الضغط المرتفع اللي غير مسيطر عليه، مش أي واحد عنده ضغط هنقول إن هيحصل له شريان تاجي أو هيحصل له هبوط في عضلة القلب عشان الناس ما تقلقش. اللي غير خاضع للسيطرة، يعني لازم الضغط يوصل لأرقام معينة حسب إرشادات جمعيات الضغط وجمعيات القلب العالمية. بتحط إرشادات، الإرشادات دي بتحطها إزاي؟ دراسات على ألاف مؤلفة من المرضى بتخرج بإرشادات إن المريض أو الشخص لما ضغطه يبقى 140-90 يفضل إنه ينزل يبقى 130-80 فما دون كده، يبقى هو عنده ضغط وبيتعالج خلاص، ما عندوش ريسك وما عندوش خطورة انه يخش في مرحله شريان تاجي وعضله قلب. لكن 140-90 معناه انه لا، لازم يخضع للسيطره، لازم ينزل. ما هو مش لازم يخضع للسيطره بالعلاج الدوائي، تغيير نمط الحياه، ان احنا انقاص الوزن، الامتناع عن التدخين، ودي اخطر افه موجوده في العالم وموجوده في مصر بكثره. والتدخين زيه زي الشيشه، يعني احنا مش عايزين نستهون بالموضه اللي طالعه ان احنا بنقعد نشرب شيشه تاثيرها اقل. لا، مفيش حاجة اسمها كده، وهي مازالت عنصر خطر. التدخين مفيش أخطر منه، غير أنه بيسبب أمراض القلب، بيسبب أمراض خبيثة في أماكن أخرى ليس لها علاقة بس بالجهاز التنفسي، في الجهاز الهضمي، في الجهاز التناسلي. الناس فاكرة التدخين بس متعلق بالجهاز التنفسي العلوي أو الرئتين، لا. التدخين هو أخطر آفة ممكن تقابل البشرية. فإحنا كل المطلوب مننا نشوف عناصر الخطر. طب السكر أحد عناصر الخطر بتأثر على الشرايين التاجية، نعمل ايه؟ احنا نخلي بالنا من السكر، لازم يكون مظبوط. في ارقام عالميه للسكر، اي واحد عنده سكر هيجيله شريان تاجي؟ طبعا لا. عندنا مرضى عندهم سكر بقالهم 25 و30 سنه
وبنعمل اختبارات القلب الدورية زي ما الكتاب بيقول، زي ما بينص عليه إرشادات جمعية السكر، قلبهم سليم، شرايينهم سليمة، عضلتهم سليمة. بس النسبة الأكبر إذا سمحت لي يا دكتور بتبقى عكس كده، خصوصا في المصريين. يعني إحنا شوف بقى نسبة المصريين قد إيه اللي عندهم سكر كبيرة جدا، يعني بنحب الأكل بقى ونحب حتى لو بنتابع، بس مش مشكلة مش نحرم نفسنا من حاجة، وبالتالي برضو هرجع أقول نسبة كبيرة منهم مصابة بأمراض القلب. فيعني إذا حضرتك يعني تنصحهم يزبطوا سكرهم إزاي وإزاي ما يوصلوش لخطورة أمراض القلب. أولا السكر ده بالذات من أكتر الأمراض اللي ظهرت فيها ترسانة أسلحة من العقاقير والأدوية جديدة، خلت السكر دلوقتي أبسط مرض ممكن علاجه. ظهرت أدوية خلت السكر يتظبط زي ما بيقولوا إنو تايم، ومن غير اللجوء إلى حقن الإنسولين. يعني في مرضى كتير مثلا كانوا بياخدوا إنسولين ونقلناهم إلى الأدوية الجديدة اللي طلعت العالمية اللي طلعت، واستغنين على الإنسولين تماما وسكرهم بقى بينزل في الرينج المقبول. يعني بيفضل إن مريض القلب ما يبقاش سكره منخفض بحدة، لأن ده بيأثر. لقوا في دراسات أجريت إن الانخفاض الحاد في السكر والقوي وتظبيط السكر إلى درجة عنيفة ده بيضر المريض. فإحنا عايزين السكر يبقى من 120 ل 140 صايم، ومن 150 ل 170 فاطر لمريض السكر. يعني اللي عنده سكر، يعني هبوط السكر برضو بيأثر على القلب مش بس ارتفاع السكر. طبعا طبعا بيأثر. طيب إذا سمحت لي احنا معانا مداخلة من دكتور مينا. صباح الخير يا دكتور. ألو صباح النور. أهلا بحضرتك. أهلا بيك، تفضل. صباح الخير دكتور هاد، ازي حضرتك؟ صباح النور، أهلا وسهلا. أنا بس كنت بتصل بحضرتك عشان أشكر حضرتك على محبتك وعلى يعني سعة صدرك، وإن حضرتك من أحسن دكاترة القلب الموجودين في مصر. ويعني حضرتك لا يعني ما فيش عيان ما بيشكرش في حضرتك على ذوقك وعلى تعاملك باحترافية شديدة. فبس أنا كنت بتصل يعني إيه يعني حاجة كده رسالة محبة لحضرتك، نشكر حضرتك على مجهودك معنا في كل وقت. ربنا يخليك يا دكتور مينا. شكرا ليك يا دكتور. ويعني قبل ما حضرتك تقفل اكيد الرساله دي برضو يعني كانت يسبقها زي ما قلت كده قصه حب ومهاره من دكتور ايهاب. في موقف معاه حاجه تحب تقوله لنا؟ دكتور ايهاب يعني كذا حد من العيله يعني افطره، كان في تجربه افطره معاه وكلها كانت حالات صعبة جدا، والدكتور تعامل يعني باحترافية شديدة، ويعني ما فيش حد بصراحة يعني ما بيشكرش فيه وفي احترافيته وإنسانيته. أهم حاجة إنسانيته، إن هو إنسان قبل ما يكون طبيب ماهر. فأحنا بس كنت حابة أشكره. شكرا يعني شكرا ليك دكتور مين. صباح الخير على حضرتك. يعني أنا عايز أقول علاقة الطبيب بالمريض بتهيألي فيها جزء كبير جدا من العلاج. الراحة، المصداقية، الثقة في التعامل بتخلي المريض مقبل على العلاج وهو راضي ومقتنع. وحضرتك يعني يمكن أشرت للنقطة دي، أنه بيبقى جاي محمل بأفكار وبمخاوف بتخليه حتى يمكن رافض العلاج ويقول يلا زي ما تيجي كده. فلو حاجة تعليقا على النقطة دي تقولي لي. نقطة مهمة جدا جدا. عمر ما المريض هيرتاح وهينفذ العلاج إلا لو مقتنع بأنه زار طبيب ريحه نفسيا. أولا ده ما ينفيش أن المريض لازم يكون عارف عنده إيه. لازم يعني أنا واحد زينا زي كل الأطباء المصريين، لازم المريض بنقول له أنت عندك وعندك وعندك، بس بنقولها له بصورة مبسطة. ما فيش حاجة اسمها المريض يخرج من الكشف أجيب أهله أقول لهم خلي بالكوا ده عنده وعنده وعنده. المريض لازم يكون عارف، دي نمرة واحد، عشان حتى يكون فاهم ايه خطورة المرض او ازاي يقدر يتعامل مع العلاجات والعقاقير في مواعيدها. نمرة اتنين، دي عايزة بقى تغيير في المنظومة الطبية شوية. يعني انا لازم ادي وقت اكتر للمريض. يعني في بلاد برا مثلا اما تروح حضرتك تكشفي ليكي بتدفعي مبلغ عالي جدا طبعا عالي، انما ليكي مثلا نص ساعة تقعدي مع الطبيب. مين في مصر هيقعد نص ساعة مع المريض بتاعه في وسط الزحمة؟ عشان كده دي عايزة يحصل لها زي ما بنقول ري انجمنت كده، وتحط ليها نظام. يعني لازم يبقى في حاجه اسمها جنرال براكتيشنر او فاميلي دكتور، هو يشوف المريض الاول، احتاج تخصص اعلى يبعته للسبيشاليست المتخصص، ثم لو محتاجه شغل اكتر او تخصص اعلى يتبعت للكونسلتنت اللي هو الاستشاري بالترتيب ده. نقدر نقعد فتره اطول مع المريض نطمن المريض. لازم المريض ياخد حقه، ده
اهم حاجه ياخد حقه في مقابله الطبيب ويكون عارف عنده ايه. انا بتمنى ان يكون في يعني فعلا اعاده تنظيم وهيكله للمنظومه الطبيه بالطريقه اللي حضرتك بتقولها، هتفرق كتير جدا، لانه المريض احيانا يا دكتور بيتوه وسط فكره انه هروح للدكتور ده وده قال لي حاجه فهروح دكتور تاني قال لي حاجه عكسها، طب انا مش فاهم انا اروح لمين، ويمكن في الاخر من درجه الاحباط لنفسه يبطل خالص وما يمشيش في الطريق المظبوط للعلاج. اسمح لي معانا استاذ سامح من المنيا. صباح الخير. اهلا بيك يا استاذ سامح، اتفضل. انا على الهواء. اتفضل حضرتك معانا على الهواء يا استاذ سامح، اتفضل. استاذ سامح احنا سامعينك، من فضلك وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون بس، اتفضل. ماشي يا فندم، ماشي دلوقتي. طبعا مين يا فندم؟ اتفضل قول سؤالك يا استاذ سامح، احنا سامعينك. ماشي يا فندم، دلوقتي كنت عامل سنان عيارتي. سامع يا فندم، انا دلوقتي عامل سنان عيارتي. فما متابعتش يعني متابعتش بقالي فترة، بقالي فترة ما رحتش مصر وكده عشان أنا من المنيا، فما بتابعش. مش عارف يعني عملت رسم جلد وبتاع، فقال لي عندك شوية خفضات في الصمام. رسم القلب ده عملته حديثا يعني الأخير؟ رسم الجلد عملته، وعملت ساعات معدات توقية، فقال لي لا ده أنت عندك شوية ضيق تنفس شوية، فكنت عايز أسأل الدكتور هل ضيق التنفس ده زي من السمام الأورطي او من السمام الناترالي، او لو في حاجه حدث الجلد يعني يفهمني يعني. تمام، الف سلامه على حضرتك دكتور ايهاب، هجاوب عليك حالا، شكرا ليك. الف سلامه لحضرتك. انا فهمت ان الصمام الاورطي عملت عمليه وحصل تنفيس فيه، عايز تقول ارتجاع يعني. الكلام ده بيتعالج بدرجات يعني، هل الارتجاع ده او الصمام ده فيه بعض التلف البسيط يحتمل ان هو يتعالج بالعلاج والعقاقير بنكمل. طب ازاي بنعرف ان احنا واصلين لنتائج كويسه؟ بالمتابعه بالموجات الصوتيه للقلب. يعني في اي تلف في صمام معمول له جراحه هنفضل نتابعه بالموجات الصوتيه للقلب، ومش برسم القلب، لانه رسم القلب لا يظهر شيء ملفت في حالات الصمامات اللي معمول لها جراحه، الا لو في حاجه اسمها ذبذبه، عدم انتظام في ضربات القلب، ده اللي بنلجا له. متابعه الموجات الصوتيه هي نمره واحد. احتجت مره ثانيه انك تخش تعمل جراحه، هيكون رأي الطبيب المعالج بتاع حضرتك هو الأصوب في حاجة زي كده. المتابعة حاجة مهمة يعني، هو بيقول فكرة أنه من الصعيد وكان عامل العملية دي هنا في القاهرة، فمش قادر أنه يجي كل فترة يتابع. يعني برضو حضرتك تنصح الناس اللي ممكن تكون عملت العملية في مكان وهي مكان إقامتها في حتة تانية ومش قادرة باستمرار تعمل المتابعة دي، يعملوا إيه يعني في المكان اللي هم موجودين فيه؟ إيه أهم حاجة؟ موجات صوتية في مركز كويس مع احنا بنسميه ايكوكارديوجرافر، اللي هو الراجل اللي بيعمل الموجات الصوتيه ده بيبقى طبيب يكون شاطر، ونقول ان هو يعني مطلع على احدث التغييرات الحديثه اللي حصلت في علم موجات الصوتيه للقلب. واحد شاطر هيعمل له موجات صوتيه، هيخش على طول على قرار يا يغير يا يكمل بالعلاج الدوائي. وعايز اقول ان في الصعيد مش محروم، الصعيد فيه ناس من أشطر الناس، وفي الجامعات المختلفة وفي أسيوط وفي المنيا وفي الأقصر وأسوان، كل الصعيد فيه ناس، وفي مراكز في سوهاج في منتهى الجمال فيها ناس بتشتغل موجات صوتية بتدي تقارير زي التقارير اللي بتطلع لنا بنشوفها من الغرب. يبقى أستاذ سامح بس يهتم أنه يسأل عن مكان كويس أو مركز متخصص بالدرجة الكافية زي ما حضرتك بتقول، ويتابع فيه بشكل دوري أو بشكل مستمر. أرجع مرة تانية لأهم المشكلات أو المشاكل اللي بتواجه القلب في الإنسان وممكن تخليه أو خلينا نقول تخدعه، يبقى مش عارف أنه يعني عنده إيه. معنا مدام نادية من بني سويف، إذا سمحت لي تفضلي. أهلا بيكي، صباح الخير. أيوة صباح الخير، تفضلي. دكتور أنا عندي السكر وباخد ده مكرور والفاز دوت، بس عامل لي رعشة جامدة، وغير كده حاسة دلوقتي حاليا بحد زي ما يكون حاطط إيده على نفسي مش راضي يطلع، يعني حد دايس على نفسي جامد، مش عارفة ده يبقى حاجة تبع السكر ولا إيه. طيب انا اقول لحضرتك، اولا علاج السكر حضرتك بتاخدي دوايين كويسين جدا، بس ما هماش احسن ادويه دلوقتي للسكر، انما هم خليني اقول لحضرتك هم اقتصاديا
علاجات كويسه جدا لانها ما بتاثرش على الميزانيه، ادويه في المعقول، في الميزانيه المعقوله. في الادويه يعني الجديده اللي انا بتكلم عنها الدكتور مثلا، اما الادويه الجديده اللي طلعت للسكر هي اغلى شويه للاسف، انما تقريبا ما بتسببش حاله اسمها حاله نقص السكر. الادويه اللي حضرتك بتاخديها ممكن تسبب لك حاله من نقص السكر، وبالتالي نقص السكر ده احد اعراض الواحد يجي له رعشه. في اسباب تانية للرعشه، انه يحس يمكن 24 ساعه انا احس بالرعشه دي. ما هو ممكن تكون الدواء ده كتير على حضرتك، لازم تحللي سكر ولازم تتاكدي ان مفيش اسباب تانية للرعشه. يعني مثلا ارتفاع الحراره يعمل كده، التهاب مجرى البول يعمل كده، التهاب الحلق والزور يعمل كده، يعمل رعشه. نقيس الحراره عشان نعرف هل الرعشه دي نقص سكر ولا ارتفاع في الحراره. ثم لو في فرصه حضرتك هتجيبي جهاز سكر في البيت وتحللي يوم او يوم لا سكر صايم وفاطر على مختلف الوجبات. يعني مثلا هقول لحضرتك حاجه ظريفه، تجيبي جدول كده يوم الاحد قبل وبعد الفطار بساعتين، ثلاث قبل ثم بعد الغداء بساعتين، الخميس قبل ثم بعد العشاء بساعتين. تروحي بالجدول ده بعد 15 يوم للطبيب بتاعك، هيشوف سكرك مظبوط ولا لا، هيشوف احنا يعني احلل كل اسبوع حضرتك يوم ويوم زي ما يوم ويوم يوم ويوم تعملي جدول ظريف كده لمده 15 يوم، ده هيسهل ماموريه الطبيب. ونحاول نبتعد عن الاكل اللي بيرفع السكر مره واحده، تلاقي سكرك 300 وبعدين ناخد علاج السكر في وقبله ما نكونش هناكل فيقوم ينخفض جامد. الرايح جاي والعالي واطي بتاع السكر ده من أسوأ الحاجات. الالم اللي بيجيلك او التقل اللي على صدرك ده له اسباب كتير. يعني مثلا احنا في فصل الصيف لو الناس بتقعد قدام مروحه او تحت مروحه او بتنام تحت مروحه، ده بيسبب التهاب في الشعب الهوائيه، ودي اخطر حاجه. انا دايما بقول للناس ابتعدوا عن المراوح، المراوح لا مش احسن حاجه. لو قلت لي مروحه يبقى بتضرب في الحيطه البعيده المقابله لحضرتك مش المواجهه ليكي. تكييف احسن حاجه لو في فرصه، بس ما يبقاش مواجه لينا مباشره على صدرنا. طيب الالم لو في تقل ممكن جهاز تنفسي، ممكن حاجه في الشريان بسيطه، في الحاله دي الطبيب بتاعك بيحدد لك رسم قلب. ناخد نفس الكلام اللي قلناه، خطوات رسم قلب ثم موجات صوتيه ثم رسم بالمجهود لو هو شايف ان حضرتك محتاجه الحاجات دي. في حاجة مهمة جدا 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 أنا بحب أقولها للمرضى وبحب أقولها للأطباء حتى الباطنيين إخواننا وزملائنا وأساتذتنا، أي مريض عنده سكر لازم لازم من ضمن الروشتة يكون في حباية أسبرين أطفال. أسبرين الأطفال من 75 ملي جرام، 81 ملي جرام، 100 ملي جرام، كل ده صالح. ينفع بدون كشف يا دكتور أخدها؟ مش انا اسف اللي هي من غير كشف يقدر ياخد الاسبرين الاطفال؟ هقول لك لو ما عندكيش موانع للاسبرين، يعني مثلا يكون المريض عنده قرحه حديثه في الجهاز الهضمي، عنده سبب يخليه ينزف لا قدر الله نزيف في المخ، في الحاله دي ما يتاخدش الاسبرين. ارتفاع شديد في الضغط فوق ال 180 ما يتاخدش الاسبرين لحد ما الضغط يتظبط. غير كده الاسبرين ده مكون رئيسي، دواء بثلاث تعريفه زي ما بنقول، قيمته في حماية القلب وشرايين الجسم عموما، شجرة شرايين الجسم كلها تساوي ملايين. فالأسبرين ده ركن مهم جدا في علاج أي مريض عنده عناصر خطر، عنصرين فما فوق من ضمنهم السكر ده لا غنى عنه. لكن هي تشوف الجهاز الهضمي لو ما فيش التهاب الضغط بتاعها مظبوط يبقى تاخد الأسبرين، أو نزيف في المخ لازم الأسبرين ده زي ما قلت الثلاث جرعات. أي جرعة من الثلاث جرعات دي بتصلح ومعتمدة عالميا في الدراسات. ألف سلامة على حضرتك مدام نادية، وريت تراجعي الطبيب مرة واثنين تشوفي إيه التحاليل والفحوصات اللازمة وتعمليها. معنا كمان مدام مارية من الجيزة، صباح الخير. صباح النور يا فندم، أهلا بيك تفضلي. أهلا بحضرتك. كنت عايزة أسأل دكتور، أنا كنت باخد ضغط بقالي تقريبا سنة، جيزو كارد، باخد نص قرص يوميا. أنا بلاحظ بقالي فترة إن في زي خط بين برازع كده في صدري شوية، لو اتأخرت إن أنا آخد القرص أو نسيت يومين نص قرص زي ضربات قلب غريبة، يعني فجأة ألاقي تقلصات جامدة أوي. اسم العلاج اللي بتروح وترجع تاني مدام ماريا؟ سكر ده العلاج، بس هي قالت بتلاحظ حاجة، ضربات وخبط في قلبها سريع، صح كده مدام ماريا؟ لو اتاخرتي في انك تاخدي القرص بتحسي بخبط في صدرك او في قلبك؟ خبط في صدري وضربات غريبه زي تقلصات في قلبي. الحين بقالي حوالي 8 سنين بلف على دكاتره كتير الحقيقه بسبب موضوع الضغط،
لان انا سني كان صغير، المفروض كان في حدود 30 سنه. فكنت بتعلم ان انا ضغطي عالي ومش عايزه اخد علاج، فمشيت في الموضوع ده، خدت انواع علاجات كتير. طب العلاجات اللي حضرتك بتاخديها مش مسيطره على الضغط يعني، لسه برضو بيبقى مرتفع على طول؟ لا لا انا مرتاحه بيه، بس انا مش حابه فكره ان انا اخد علاج ضغط في سن صغير. وطبعا الاعراض الجديده دي برضو عامله لي قلق شويه، فكنت حابه اخد رقم عياده الدكتور واتواصل معاه لو ينفع. طيب حضرتك ممكن تاخدي الرقم من الكنترول، حضرتك ما تقفليش، هيدوا لحضرتك رقم الدكتور، وخليكي معانا برضو دكتور ايهاب هيديكي النصيحه. انا عايز ارد على حضرتك، لو في تحاليل او حاجه او اشعه او فن او خليني ارد على حضرتك حاجه. بصي يا مدام ماريا، انت قلتي حاجه مهمه جدا، هي مشكله عندنا في مصر. ارجو ان الجميع، كويس انك فتحتي الموضوع ده، انا سني صغير ومش عايز اخد ادويه ضغط. المشكله ان احنا عندنا ضغط، خلاص عندنا مشكله ولازم نواجهها. هل الضغط ده محتاج علاج؟ اغلب امراض الضغط يعني 95% من اللي عنده ضغط بنسميه اسينشال، يعني بدون سبب واضح، مفيش مثلا مرض غده، مفيش. انما السمنه احد الاسباب، لازم لو في سمنه، انا طبعا ما اعرفش حضرتك، انا لك هقول كده عموما ايه القواعد العامه، لو في سمنه لازم نواجه السمنة دي بإنقاص الوزن، وإنقاص للوزن المثالي ده لوحده ممكن يخليني ما اخدش علاج ضغط، أقلل وما اخدش علاج السكر، وممكن كمان ما اخدش علاج الكوليسترول والدهون، مجرد إنقاص الوزن إلى الرقم والوزن المثالي. أدي واحد. نمرة اتنين، حكاية أن أنا ما اخدش علاج ضغط، أنا يعني مش عايز أدي لحضرتك مثال، بس كان عندي مريض كان ضغطه عالي جدا جدا وأصر أن هو ما ياخدش علاج، وابتدى يتعب، ابتدينا علاج، نزل ضغطه للرقم المثالي وبقى كويس جدا، ثم غاب سنة واتنين وجالب إصابة في المخ. ليه؟ علشان أحد الزملاء في المهنة لكن غير التخصص قال له خلاص أنت ضغطك اتظبط، وقف علاج الضغط، ارتفع تاني إلى أرقام عالية جدا، ثم جات له إصابة في المخ. ما ينفعش إن احنا نعمل كده. الضغط ده مرض ما يتخافش منه. نص الناس بتاخد ضغط، الناس اللي عندهم ضغط في العالم، في مصر 26%، في ألمانيا 48%، وفي أوروبا بيوصل 48 و50%. فما فيش مشكلة، أنا عايز لو سمحتي ناخد علاج بانتظام علشان نتلافى حدوث تلفيات في جسمنا، وحاجة بنسميها تلف في الأعضاء بتاعة جسمنا، العين والكلى والقلب وشرايين الجسم، كل دي ممكن تعمل مشكلة خطيرة، الضغط يعملها مشكلة خطيرة، فخدي العلاج بدون هذه المقولة. أما لو نقدر نوضب العلاج ونحول العلاج إلى أحسن علاج ليكي، ده ممكن. إن إحنا مثلا البيزوكارد ده ممتاز، لكن هتستعجبي جدا لو قلت لك إنه مجموعة البيتا بلوكرز، مثبطات البيتا دي، مش محطوطة في الإرشادات العامة العالمية كنمرة واحد في علاج الضغط، في حاجات تانية أخرى مختلفة بنسميها مثبطات مادة الأنجيوتنسين وحاجات كتير. يعني العلاج اللي بتاخديه ممتاز واقتصادي جدا، انما مش احسن علاج، وما تتاخريش في اخذ الدواء لانك هتجيلك ضربات. ما انت حضرتك لما بتاخدي العلاج بتبقي كويسه، طيب اما ما بتاخديهوش بتجيلك اعراض وبتشتكي، لازم هتجيلك اعراض. وهي بتقول بقى لها 8 سنين وبالفعل ابتدت تحس بالاعراض اللي حضرتك بتقولها، والخبط والضربات السريعه، يعني 8 سنين اعتقد مده مش بسيطه، ان ممكن مره اخد و10 ما اخدش، مش عايزه اخد علاج ضغط عشان سني صغير، فهي بتضر نفسها قبل اي حاجه يعني. بالظبط، لازم نكون عندنا وعي كامل بالامراض وكيفيه علاجها. طبعا، الف سلامه على حضرتك. معانا مدام كارما من القاهره، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بحضرتك. اولا احب اشكر قناه سي تي في، قناه محترمه، على ما تقدمه من محتوى اعلامي وروحي عاليين جدا. شكرا لحضرتك. وكمان على اختياركم للاستاذ الدكتور ايهاب داوود استشاري القلب، لانه ده وان دل على شيء فانما يدل على انكم قد ايه بتقدروا المشاهد ومهتمين انه يستقبل معلومات مفيده وطاقة جدا من حد ذو خبرة وحد زي الدكتور إيهاب يعني. شكرا لحضرتك، ده هدفنا دايما يعني. اتفضلي. شكرا ليكي يا فندم. أولا أحب أشكر الدكتور إيهاب جدا على المعلومات القيمة اللي بيقولها لنا النهاردة، وأنا الحقيقة كنت من المحظوظين اللي اشتغلوا مع دكتور إيهاب واختبروا إنسانيته ومهنيته الشديدة. ويعني دي فرصة لطيفة إن إحنا نقول له قد ايه هو بيفيد الناس فعلا، واحنا على مستوى شخصي بنتعلم منه طول الوقت. حضرتك بالنسبه لنا قدوه وحاجه كبيره جدا.
وكمان في جزء كمان دكتور إيهاب مخترع، دكتور إيهاب مخترع قلب صناعي، وده حاجة هتبقى طفرة في مجال القلب يعني كله على مستوى العالم كله. فأنا يسع وقتكم لكم تتكلموا عنه أو هو يقول لنا أكثر عنه يعني النهاردة، هتبقى حاجة مفيدة جدا لينا ولكل طبعا يسعدنا يعني. إذا الوقت كان فيه متسع طبعا تفضل. ونتمنى يعني مزيد من اللقاءات دكتور، ناس تستفيد من خبرة حضرتك ومن معلومات حضرتك القيمة في مجال القلب وأمراض القلب والشرايين، وربنا يوفقك دايما يا دكتور للأمان يا فندم. شكرا ليكي من دخلتك. شكرا لحضرتك يعني. هرجع مرة تانية أقول أنه المريض، أنه الأطباء اللي لسه في مقتبل العمر وفي بداية الطريق، أنهم يتعاملوا مع أساتذتنا الأفاضل والمتخصصين طبعا زي حضرتك ليك كل الاحترام والتقدير، دي حاجة مهمة جدا أن الواحد فعلا يتعلم إزاي يتعامل مع المريض وإزاي ما يلعبش في عداد حياته وقلبه زي ما بنقول. لأنه حضرتك تابعت من خلال المداخلات، في حد بيقول أنا بقالي سنين أنا لفيت على أكتر من دكتور، أصل كل واحد بقاله رأي وبقاله كلمة. دكتور الناس لما بتوه في وسط الدوامة بتاعت الأطباء بتحبط، يا إما حالتها بتتدهور لأنها مشت في أكتر من طريق للعلاج وتبقى عملت حاجات ممكن تكون مش مناسبة ليها. فبرضو عايزة الرسالة دي تانية توصل النهاردة لكل الأطباء المتخصصين في أي مجال مش بس مجال القلب. هو كلام حضرتك صح 100%، لازم الأطباء كلهم يكونوا عارفين إيه اللي بيحصل في التطورات الحديثة في كل تخصص. يعني إحنا عندنا في القلب مثلا المؤتمرات، لازم المؤتمرات، مش لازم مؤتمرات في نسافر لها بره، مؤتمرات في مصر بتتعامل على مستوى عالي جدا. مؤتمرات جمعية القلب المصرية عايز أقول لحضرتك إنها بتضارع المؤتمرات اللي بتتعامل في الدول الغربية، وبنجيب ناس من الغرب بيقولوا لكتشرز وبيقولوا محاضراتهم، الحقيقة بيبقوا منبهرين جدا بالمحاضرات اللي احنا بنعملها، أو يعني مجموعة الأطباء المصريين والشباب اللي بيقدموها، تقدم على مستوى مذهل. إيه فائدة المؤتمرات؟ فائدة المؤتمرات إنه كل الأطباء بما فيهم الكبير زي الصغير بيطلع على كل الدراسات الحديثة والإرشادات العامة. إيه هي الجايد لاينز زي ما اتفقنا؟ الجايد لاينز دي عبارة عن إرشادات عامة، جمعية القلب الأوروبية مع الأمريكية مع المصرية، كل الجمعيات دي بتتفق على كيفية علاج المرض الفلاني عن طريق دراسات أجريت على ألاف مؤلفة من المرضى، وبيخرجوا في الآخر بالخلاصة يقولوا مريض الضغط ياخد الأول الدواء الفلاني ثم العلاني وهكذا، يتعمل له التحاليل دي والاختبارات دي، مريض الذبحه والقصور زي ما قلت لحضرتك اول ساعه دي جولدن اور في انقاذ الشريان التاجي، دي زمان ما كانتش موجوده خالص، ما كانش في حاجه اسمها تعمل قسطره للمريض، ما كانش في حاجه اسمها نعالج سكر بالادويه الجديده. لما اجتمعت الدراسات مع بعض وخرجت بخلاصه، كل الدراسات دي قالت فوائد جمة لمرضى القلب والشرايين التاجيه والسكر. فلازم كل ده يكون واصل لجموع الأطباء على مختلف درجاتهم ومستوياتهم العلمية، واللي هو فعلا بيتم الحقيقة عندنا في نقول في تخصص القلب في مصر ده اللي أقدر أتكلم عنه الحقيقة بكفاءة، بأمانة بكفاءة تامة جدا جدا جدا. أما لو بنقول بنلف على كذا دكتور، أحب أقول للمريض روح، يعني عندك ضغط أو عندك أي مشاكل في القلب ما تروحش طبعا على راسي دكاترة البطنة وكلهم أجلاء وأصدقائنا، روح للتخصص، لأنك لو رحت لدكتور البطنة دكتور البطنة لازم هيحولك في الآخر على دكتور القلب. يعني اللي عنده ضغط وحاسس بأعراض أو شكوى في صدره أو في نفس أو في حاجات زي كده، يبقى ما أقولش أني عندي ضغط أو عندي سكر فأروح لدكتور البطنة، روح الأول لدكتور القلب. دكتور القلب، أي ألم نقول من منتصف الصدر وأسفل البطن لازم مفيش تأخير، روح لطبيب القلب هيطمنك يقولك ما عندكش حاجة خلاص. احنا ممكن نجري على دكتور معده، جهاز هضمي، دكتور بطنه، واخر حاجه ممكن نفكر فيها هي القلب، وخصوصا اصل احنا لسه صغيرين. المبدا الغلط اللي عايزين نصححه النهارده. استاذ صبحي من القاهره صباح الخير. استاذ صبحي اهلا بيك. اهلا صباح الخير. صباح النور يا فندم، اهلا بيك تفضل. اهلا بحضرتك، انا بس كنت عامل رسم قلب ليا، حسيت بوجع في قلبي لما حسيت بوجع في قلبي عملت رسم قلب طمنوني قال لي مفيش حاجه، بس انا بعد كده اقل مثلا جهد او اقل. صباح الخير يا فندم. حضرتك معلش وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون بس. ايوه صباح الخير. عندي بس حضرتك مشكله
صباح الخير يا دكتور ايهاب. صباح النور يا فندم. قلت في الم بيجي لحضرتك في قلبك؟ كان ان انا بحس بتعب والم في عضله القلب. عملت رسم قلب، دكتور طمني قال لي ما فيش اي حاجه، اداني اندرال 10. طبعا لما اداني اندرال 10 كنت باخده عند لما احس بجهد او تعب او عضله القلب وجعاني، بس ايه طمنت كده، حسيت ان التعب بيزيد شويه بشويه. طب اعمل ايه؟ طيب اروح للدكتور تاني هيعمل لي برضه رسم قلب. هل رسم القلب دوت هو الفيصل او هو اللي مكياس ان الواحد يطمن عليه؟ حضرتك رحت لدكتور باطني ولا دكتور قلب يا استاذ صبحي؟ لا دكتور قلب، بس عملته للاسف في التامين، ما عملتوش يعني دكتور يعني ما عملتوش بره يعني في التامين. هو اللي قال لي يعني انت ما فيش اي حاجه، حتى ما كانش عاوز يكتب لي على علاج. قلت له لا، ده انا بحس ساعات، وانا اشتغلت طبعا مدرس، اللي كتر الواحد ما بيتكلم مع الاولاد في الفصل ساعات بيحس بزعيق او بتنهد او قلبه بيوجعه. مش عارف اعمل هل اكشف تاني ولا ايه بالظبط، مش عارف. انا يعني عايز اقول لحضرتك رسم القلب اللي بيتعمل في التامين زيه زي اللي بيتعمل في العياده الخاصه. رسم القلب ده جهاز، فما فيهوش اي عنصر بشري، ده جهاز. القراءه هي اللي بتفرق، الطبيب اللي بيقراه. اذا كنت رحت لطبيب قلب، هو طمني قال لي مفيش اي حاجه. اذا كنت رحت لطبيب قلب في التامين الصحي، يعني انا عايز اقول لك بمنتهى الامانه، اطباء القلب اللي في التامين الصحي في منتهى الكفاءه. كونه هو ما ادالكش توصيه انك تروح تعمل اختبار اعلى من كده زي رسم المجهود، يبقى هو شايف ان الالم ده الم سطحي. الام سطحيه يعني من العضلات الخارجيه اللي بتكسي القفص الصدري. مش احنا عندنا القفص الصدري ده عباره عن ضلوع، الضلوع دي بينها عضلات، العضلات دي ممكن تلتهب او يكون فيها اي الم، تدي لك الام في خارج الصدر. التحديد يحدد ازاي انها سطحيه ولا لا؟ يعني هل رسم القلب كافي؟ يا استاذ صبحي بيقول الالم بيزيد. طيب انا هقول لك حاجه زي ما بنقول كده، نقطه حل وفصل في الموضوع ده. اي الم بيجي لنا بره في منطقه الصدر، لو دوست على الالام على المنطقه اللي بتؤلمك وحسيت انها بتوجعك بزياده، بنسميها تندرنس، يعني الام عند الضغط، دي في اغلب الاحيان بتبقى بعيده عن القلب خالص، تبقى الام سطحيه. لكن ده ما يمنعش ان ممكن يكون بعض الناس وبعض المرضى، خاصه اللي عندهم سكر غير مسيطر عليه وضغط غير مسيطر عليه ومدخنين، يكون عندهم نوعين من الالم، واحد منهم اللي هو السطحي ده بريء ولا يتم ادانه القلب فيه، والتاني يكون الم دفين وعميق ويتعلق بالشريان التاجي. فلازم يكون الطبيب يعني زي ما نقول احنا بنقرا الصوره كامله، يعني ما بناخدش الالم وبس، يعني بنسالك عندك ايه عناصر خطر، تدخين، سكر، يعني سمنه الى اخره. اتفق مع حضرتك، بس انا اقل زي او اقل شديه مع اي حد، او ان انا بشد اعصابي كده او بتضايق بحس بوجع في قلبي. برضو ده مش شرط ان انا اقدر اقول دي ادانه للقلب. لو في حاجه الطبيب شايفها انها فيها شك وانه ممكن يقول ان ده من الشريان التاجي، هيعمل لك الاختبار اللي وراه. طب هو عشان يطمن يا دكتور، يعني هو دلوقتي استاذ صبحي قلقان وحاسس انه رسم القلب ما كانش كافي والالم بيزيد، حاجه تنصحه يعمل ايه اختبارات ثانيه؟ يعني حتى لو عشان يبقى مطمن خارج التامين. الاختبارات بالسلم كده، يعني يا رسم القلب طلع سليم، ممكن يطلع سليم زي ما اتفقنا في 50% ويكون في حاجه في القلب. ناخد الاختبار اللي وراه حسب ارشادات الطبيب، هتعمل موجات صوتيه ورسم بالمجهود، يا تعمل ايهما؟ واحد من الاثنين. ممكن رسم القلب المجهود ما ينفعش، يطلب لك حاجه اسمها مسح ذري دوائي لعضله القلب، ويطلع بالاختبارات لاعلى اختبار لو هو شايف ان في احتياج، عندك سكر، عندك ضغط الى اخره. هل الضغط واطي يا دكتور؟ هل الضغط بيأثر على القلب؟ عندك ضغط منخفض، دي نعمه من عند ربنا. ده الناس بتتمنى ان يكون ضغطها منخفض، ده اللي ضغطه. عايز اقول لحضرتك ان لما اجريت دراسات على ناس ضغطهم اقل من 110 على 80، يعني 100 مثلا على 75 او 70، لقوا ان الناس دول عمرهم عاشوا اطول من اللي ضغطهم احنا كنا بنقول عليه طبيعي 120 80. فالضغط المنخفض دي نعمه من عند ربنا. هو احيانا بس بيكون منخفض بنسبه اكتر من كده، برضو بتصيب بعدم التوازن. سلامه حضرتك، الف سلامه استاذ صبحي، ويا ريت برضو تراجع الطبيب حتى لو حضرتك قلقان ومش مطمن، تعمل الفحوصات اللي دكتور ايهاب قال لحضرتك عليها. استاذ ناجح من اسيوط، صباح الخير. ايوه تمام سيادتي، اهلا بيك، اتفضل. يا دكتور ايهاب صباح النور، اهلا وسهلا. يا دكتور ايهاب انا عملت عمليه غيرت صمام المترال في 2005. ايوه يا دكتور. ايوه انا معاك، اتفضل. غيرت صمام المترال في 2005، ادي 12 سنه. وبتطلب بعمل ايكو كل سنه، الايكو. ايوه صح كده. الثلاثي، ايوه الثلاثي.
الثلاثي ايوه الثلاثي بيطلع عندي 3/4 يا دكتور. اه الارتجاع 3/4 اه. الصمام الثلاثي بيطلع 3/4. يخوف ده ولا ايه نظامه؟ عامل لحضرتك العضله كويسه عندي 67 وكده. عامل لحضرتك تورم في الساقين جامد؟ لا ما عنديش تورم في الساقين لا. أنا عايز أقول لحضرتك أحدث حاجة للصمام الثلاثي لما يكون فيه ارتجاع بنسبة 3/4، عادة هذا الصمام إحنا لا نعيره اهتمام وبالنسبة لنا مش في درجة الأهمية بتاع المترالي. لازم يكون المترالي سليم، وطالما إنك بتاخد دواء السيولة بانتظام المترالي هيفضل يعيش معاك طول العمر. اللانوكسين يا دكتور. نعم؟ الماريفان واللانوكسين. الماريفان واللانوكسين، يبقى عندك ذبذبة أو زي كده. باخد علاج ضغط، وباخد علاج ضغط. كويس. ميه ديورا 5 مللي. كويس قوي. المهم ايه؟ مش المهم بس العلاج يا فندم، المهم العلاج يكون ظابط الحاله، يعني ايه؟ يعني يكون ضغط حضرتك ما بيعلاش، ضربات قلبك ما بتزيدش عن 80 الى 90 وانت قاعد ما بتتحركش. تمام كله تمام. ويكون السيوله في الرينج او بنقول في رقم يتراوح. نعم. السيولة المفروض تبقى من كام لكام؟ من 2.5 ل 3. بنقبل، خلي بالك السيولة دي متغيرة، يعني ممكن معمل يعملها لك تطلع 2.2 مقبولة. اه. ممكن معمل يطلعها لك 3.1 أو 3.2 مقبولة. والسيولة لازم تتعمل كل 15 يوم إلى 21 يوم، مش كل شهر. يعني لو ليك تأمين بيعملها لك كل شهر، لا أنت زود من عندك شوية، شك نفسك شكة زيادة مش هيجرى لك حاجة. الصمام الثلاثي لا خوف منه. وحاليا في العالم بس مؤخرا فقط لغير ابتدوا يعملوا ربط لهذا الصمام الثلاثي عشان الارتجاع ما يزيدش عن 3/4، بيعملوا ربط لهذا الصمام بطريقة القسطرة وليس جراحيا، انما طبعا لسه ما وصلناش لاحسن تكنيك. يعني اعمل الربط دوت؟ لا 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 ما تعملش الربط، انا بقول لحضرتك ده اللي بيحصل في العالم، مش لازم تعمل الربط طالما ما عندكش اعراض. هو بيقول الدكتور بيقول لحضرتك ان انت حالتك كويسه الحمد لله، بيطمنك على النسب اللي هو قالها مش كده؟ ما تعملش الربط، انا بقول لك ده اللي بيتعمل في العالم يعني، بس مش لازم تعمله طالما ما عندكش حاجه اسمها تورم في الساقين واحتقان في الكبد، ما تعملش بس كده. احتقان فين سيادتك؟ الكبد. الكبد في الكبد. الكبد انا كان عندي فيروس سي ووقفت منه انتهى. طبعا الفيروس سي دلوقتي اصبح خلاص شيء من الماضي، خلاص علاج الفيروس سي. الف سلامه على حضرتك استاذ ناجح، سلامتك الف سلامه، ويعني اعتقد ان من كلام الدكتور ليك انك تستمر في المتابعه والنسب بتاعته يعني كويس قوي قوي قوي. طب إنا ممتاز. احنا لو فضلنا فاتحين الحقيقه التليفونات لاستقبال كل التساؤلات للساده المشاهدين لوجود حضرتك معانا، واللي اسعدنا وشرفنا ودايما منورنا، بنستفيد من كلامك ومن معلوماتك، نورتنا جدا دكتور ايهاب، وان شاء الله يكون لينا متابعه مره واثنين وثلاثه نقدر نطمن بيها كل الساده المشاهدين. نورتنا دكتور ايهاب، شكرا لحضرتك. نخرج لفاصل ونرجع بعدها نكمل باقي فقرات حلقتنا النهارده.